السيد الوزير، انتم على الراس ديال هذه الوزاره 15 سنه، واليوم تتقولنا ان كاين اقلاع اللي وقع هذه 12 سنه في هذه الوزاره هذه، وفي نفس الوقت تتقولوا بان المشكل تخلف في هذه العشر سنوات اللي دازت من قبل. بغينا واحد البوصله ديال تقييم المواقف ديالكم الحكوميه. واش الان كاينه اقلاع ولا ما كاينش اقلاع؟ واش هاد 15 سنه ديال المخطط الاخضر استطاعت توفر اليوم الحولي المغربي الذي يليق بكرامه المغربي، ماشي الحولي ديال 800 درهم. المخطط الاخضر واش وفر لنا الان الحولي الذي يقدمه المغربي قربانا الى الله عز وجل، ماشي الحولي ديال 800 درهم اللي ما وازن شي 12 كيلو، ما وصلوا له 1000 لا حتى شي حاجه. الحولي اللي بغينا السيد الوزير حولي يليق بكرامه المغربي، ماشي الحولي اللي كتسوق له انت في الفضاء العام كذبا وبهتانا انه داير 800 درهم. لا يوجد حولي في المغرب يليق بكرامه المغربي ب 800 درهم، والحولي دابا راه داير كرونو وصايقرونو. الحولي الان دابا راه كيغني الاغنيه ديال ميلود المغرب. شكرا سيد نايب، شكرا.